صباح الخير البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. من السيكتور ديالنا، الدار ديالنا. المهم حنا خارجين هاد الصباح وانتم معايا ان شاء الله. يلا شوفوا البنات، شوفوا هنايا دايرين هاد الشيء ديال الارتيزانا، هاد الشيء ديال ديال العطريه، ديال البهارات. وهادو السلطانيات ولا الجبانيات. هادو ديال الشميعات ديال الشمع. هادو تحط فيها المعالق. هاد الشيء زوين صراحة، انواع ديال براد الشاي، انواع. وهذه الصينيه هذه بالاحجام كاينين هما. وهذا شكل اخر، هذه بالبرجل ديالها. شحال هذه؟ قال 70 درهم. رخيصه 70. هذه شكلات هادو. شوفي هذاك اللي ما بقاش. هذا زوين. ضروري. هذا بلايبه ديال كوبايه الشاي. بالنسبه لك كان الشاي سخون تحطيه في هذا، تحطوه فيه كوم سا ما يحرقش الوليدات، ما يحرق حتى حاجه في الالوان. والثمن جد 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 مناسب. واش تحط عليهم الشاي؟ شوفوا هاد البنات، هاد لابورت مراكش، باب مراكش، شنو دايرين فيه؟ السلام عليكم. شوفوا هاد الشيء زرابي قدام اللي كانوا كيتصنعوا باليد. هادي كطحن القمح ولا الذرة، كيستعملها حتى للزيوت. وهذا شيء عشوب. عندك حتى بوغاش؟ هادي كانت دار ياك، دار. هادي كانت دار قديمه وغيروها وداروها هكايا، داروها كيبيع فيها هاد الشيء ديال البيو اللي هو طبيعي، زيت ارغان، شي كلشي طبيعي هنايا، والزرابي طبيعيين باليد، ماشي زعما ديال هانتو هنايا. ندخل القاعد.
ما شاء الله شي كل شي مصايب. شي كل شي ضربي باليد. هادو قاعدات هالشكل هكا وباقي لداخلهم مظلمين. العنوان ديالو هما باب مراكش لابورت دو مراكش. هادي دفا وربعة ياك؟ دفا وربعة. بلاصة كاين هنا دفا وربعة. دفا وفيها وربعة دفا ما كملاش الدفة الثانية. معلومة. هذا المسك، المسك بالأنواع ديالو هنايا والزعفران شي. هادي الماكينة هادي كتخدم عندو الزيت كيطحنها لكم ديك الساعات سوغ بلاص. هادي هي الماكينة ديالها كيطحن هنايا كتخرج لك الزيت اللي هي زيت أرقان والحبوب ديال. ما عندكش هنا داك الزريعة ديالها؟ هاي هادي كاملة، هي كاملة هذه خاصها تهرس وكطحن تماك وكتخرج لكم الزيت قدام عينيكم. ما كتشروهاش يعني باش ما تعرفوش شنو فيها لداخل، هذه كطحنها لكم قدام عينيكم. هي هذه. والثمن، والثمن هذيك هذيك 30 درهم والثمن يعني مناسب. هذه كطحن قدام عينيك و 30 درهم مزيانه يعني راه تمام مناسب صراحه. الا بغيتو هنا كاين في مراكش في دفا وربع وسميتها هادي باب مراكش لا بورت دو مراكش عند السيد هنايا راه معروف هنايا. هانتوما كيفاش كيطرى هادي نيت هاي دايرين هنا واحد الصويره كيفاش كطحن الزيت بالطريقه التقليديه اللي وريتكم لداخل على دخل الباب. شي اللي كاين صافي. حنا انا جينا سالينا الدوره في وسط هذا غنجيو ناخذو هناك كاس ديال العصير. كاس ديال العصير هاويا منين الو نشربو عصير يعني مول العصير. اوبا فينك بنتي العصير؟ عادي شرب عصير، عادي شرب عصير. ربي يخليك. صافي هنا غنجيو ناخذو العصير ان شاء الله والعصير بشحال هنايا؟ هذا عصير كاس ديال العصير ب 10 دراهم. المانجو بالليمون ب 10 دراهم. صحة وراحة، صحة وراحة اختي، صحة وراحة. نزلو حتى حنا نشربو كاس ديال العصير ديال الليمون. اي ليمون ديري لي ليمون بوحديتو. اوبا وصافي حنا سالينا. صافي حنا غادي نمشيو. ما صورت لكم شكون شال البنات لان هنايا ساحه جامع فنا كتكون في الصباح خاويه وهذيك البلاصه اللي تماك كيكون فيها الاكل يعني خاصه غير بالمأكولات. ما كاينينش ما كيفرشوش دابا ممنوع لهم حتى العشيه. انا نوريكم الصباح كيفاش كتكون، هكا كتكون وفي العشيه ان شاء الله كيفاش كتكون يعني سبحان الله. هادو النقاشات او الحنايات اللي كيديروا الحنه كيرسموا الحنه او كينقشوا. وهذه ارغانه
كافي ارغانا ورستو صافي. المهم انا غادي غادي نركبو ارجعو لان صافي سالينا. حنا الصباح كنستغلو الصباح الا بغيتي تقداو تجيبو شي حاجه كتكون خاويه ما كيكونش الناس يدورو. في الليل كيكون الزحام ما غاديش تعرفي تقداي ولا تشري شي حاجه. صافي غنسالينا الفيديو حتى الليل ان شاء الله وتشوفوا الجو ديالو كيفاش داير ان شاء الله. نوريكم بلايص وحدين اخرين باللي كيفاش كيكونوا ما تيكونوش في وسط النهار. الاذان ديال الظهر وصافي البنات حنا جينا لقينا ماما وجدات الغدا وهذا هو غديوتنا. نشارك معكم الغدا ديالنا. هذا دجاج محمر وشنو هذا ماما؟ رجله درناها كي بحال سلطه. وهنا سلطه ديال الخيار والطماطم وهذه الاكله المغربيه. نتمنى الفيديو يعجبكم وهذا مكان الى فيديو واحد اخر ان شاء الله. كنقول لكم بسلامه.